مواطن الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله في الحج في خمسة مواضع. ابن القيم سيخ ضد أرزان فايف بلاكا فارس ميك بيذا أمبا فوليس في الطواف تايدز الطواف رمت لوطن بالكعبة وفي السعي على الصفا وعلى المروة وبينهما أبد الصفا بارخ صفا المروة عند بتسنين وفي عرفة أنه أبد جبل بارخ في العرفة وفي المشعر الحرام في مزدلفة يوم العيد بعد صلاة الفجر إن عرفة نيتو أبد بارخ صاري في يوم العيد بعد صلاة الفجر نعم دخل العيد نات فجر خبت نعم الخامس عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى فقط جمرتين بيت استينخة فان ده كلينة الجمرة عند خروض الجمرة عند الميلة نعم هذه مواضع في الحج كذلك العمرة عندنا في الطواف وفي السعي أنا بس رفت العمرة عند الطواف عند السعي الآن وأنت ذاهب للحج أو للعمرة يا أخي فضلنا الحج وفضلنا العمرة كثير من الناس يقول ادعوا لي هذا الناس يزيلوا تقيا وزيخ لما تسبيت ذلك إذا أنا توخات فراخ الله عز وجل فرماي إني وسميك بيده والله وجدت واحد في المسجد النبوي مع ورقة البرسونا سيختي ساتن البرسونا اسمعي المسجد النبوي ان فورا ماتين ان بابيرتيا ليست ورقة الله أعلم أوراق أنت بس نيت لنا كلين بابيرتيا دار مسكين ميدر بابيرتيا سبلايتس دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلان سميك بيده فوردي سميك بيده فوردي سميك بيده فوردي ان خازو مرضو هل كان يصنع هذا السلف بهذه الطريقة؟ بس نيت توستان فروم فور خمس ديت زي ديت أنت الآن تعلق الناس بك لا لا والله فبين شيء من سميك ياو ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم روفيت صلى الله عليه وسلم يتخدم أي واحد وأنت ذاهب للحج يقول ادعو لي تقول طيب أنا أدعو لك وأنت تدعو لي يدري عندي ياو بفراخ ستيل ودعاء فورم تدون في نال الحج خاطف نار عمرة وفضنوك دان سيخي اكدو دعاء فور ياو ويا دو دعاء فور ماي صدقينيك من سميك ياو فرميك ياو زيلا فر بنت والله سبحانه وتعالى كما جعل يعني وقت هنا إجابة وأماكن إجابة أيضا عندك أماكن إجابة مثلا يوم الجمعة نتصور ذات الله عز وجل وبديز بلاتس إن خبيدة تايت ستيبة إن بلاتس هيفت آن بفول وف آن خستيلت وارين دي سميك بيدة فرهورت ورد زو هيفت هاي أوك فور ياو فور دي أندر دي ياو دي سميك بيدة هيفت غفراغ تدون أوك إن زين بلاتس تايدة إن بلاتس آن خستيلت om wat aanbevolen om de smeek beter te doen. Zoals het vrijdaggebed. Vrijdaggebed geldt in de hele wereld. Vrijdaggebed kun je smeek beter doen. Het is een aanbevolen tijdstip om de smeek beter te verrichten. Wallah, bij de munasaba, en er jaani, mu'tamer min Hollanda. Zeg je dat? Esma, rajul ja' min Hollanda. De persoon kwam naar hem, naar de sheikh uit Nederland. Wa qal ana wassalt ila bab al ka'ba, tahta bab al ka'ba, al multazam. Zegt ik was tot aan de deur van de ka'ba. باب الملتزم كان كان في الانخان في الكعبه اسخريك بس طوط النهار ان خكومه ماذا صنع بديدي يقول اخرجت الجوال من جيبي اسخريك فكت هذا ماي تليفون ات ماي زك واتصلت على بنتي في هولندا انا ماكت كونتاكت مع ماي دوختر ان نيدرلاند قلت الذي تريدي ادعو به الان وضعت على الاله واخذت ادعو هي تدعو من هولندا اسيت اخر اك انا ماكت كونتاكت معها انا زغت اك ليغ نو دو تليفون إيه بيد الكعبة إن فريختي وسميك بيده، دوس فيها التلفون فربيندين. أصبح الحج عندنا والعمرة فيلم. آه العمرة الحج تلاقيت لنا الفيلم. نعم كل شيء يصور. قال صورني وأنا أدعو، صورني وأنا أطوف، صورني وأنا أبكي. خلاص خلاص تريد تطوف تسعى تصلي ما تستطيع لأن هذا يصور ما تستطيع تقطع من أمامي. عجيب والله. خلاص خاطي خبرك مت. Foto's maken. Mensen die laten zichzelf fotograferen terwijl ze hun handen opheffen. Ja. En tawaf en noem maar op. حتى هذا العصا مع الكثير هذا العصا البلوتوث مع الكل يمشي ويصور كل شيء. Ja. De technologie, dus zo'n lange arm, ik heb voor een selfie. Selfie. Ja, heel veel mensen hebben die ook. وإذا رجع إلى بلدي ماذا يصنع؟ En als hij terugkeert naar zijn land, wat doet hij dan? يصنع الزردة. Hij gaat dan een uitgebreid eten organiseren. ويكتب على بيتي الحاج حسن والله صدق انا خايف من زين فوردر الحاج حسن راجع الى بلدي حسن بعد الحج استرخنا نار زين بلاص gekomen
أصخى أكسبتير الحسن يعني، وصنع الوليمة وغير على البيت ورسم الطائرة وكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، والله يصنع هذا. أنا تيكت فبلاكت الفوتو فان فليختاغ بزون فوردر شخرايفت الحاج شخرايفت اتفرس عند القرآن عند خينا دي فليختاغ عند حدث فليختاغ زموتنا في مكة انفرس فورد عند القرآن. وكان يمشي في الطريق يوما من الأيام حسن يمشي في الطريق. أنا بس الخبر أنت تدهين كي تخون أو فسرات ليت لي حسن. وهذا صديقه ينادي يا حسن. أنا برسون اللي بأخر ما ناريته ما يا حسن. هذا لا يلتفت. أنا إذا أدركت يزوم. يا حسن. يا حسن. هذا لا يلتفت. أنا أدركت يتو. وبعدين الثالث التفت. هذا درد بس درايد هاي أوب. قلت نادي من؟ حسن في روبيا. قلت حسن. حسن روبيا كروب حسن. قلت سبحان الله أدفع 25,000 وأذهب إلى الحج. وأصنع الزردة وأغير وكذا وتقول لي حسن أنا الحاج حسن والله صدق أسيختي كيف سوف وطايد خيل فستير 5,000 أورو وفمير أنك بنا الحاج خالي كنت ترخي قومي كيف يلي فيش خيفة كيف ديت أن دطمل وبدأ دور خشخيفة أن أبقاها يا رب محمد حسن ابن الحاج حسن. بالله النبي صلى الله عليه وسلم حج الصحابة حج في واحد قال الحاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه البروفيت سلم في حج خدام الصحابة the from the forefathers أنت إيمت من ديزي زغزلف زولات فرقليخت زولات آن روكا الله أعلم حين حج أبو بكر حين حج إيمت